التحندين وبشدة الاحتلال ديال الملك العمومي البحري، ونعتبره ملكا عاما للمواطن، والمواطن المغربي من حقه أن يستفيد من الشواطئ. ونعتبر أن التنمية الاجتماعية الإخوان والأخوات تذهب يعني للشباب العاطل، للفقراء وليس لذوي النفوذ. كذلك إخوان الأخوات، من داخل مدينة ديال رينكون نطالب بإلغاء جميع الحواجز والبريرات من أجل الدخول إلى مارينا سمير، لأن هذا الشاطئ هذا هو شاطئ ديال المواطنين وشاطئ إخوان الأخوات، شاطئ عمومي. إذن من داخل مدينة ديال رينكون نطالب الجماعة المحلية أو الجهات المختصة بسحب هذه الرخصة وبتحرير كافة الشواطئ اللي كاينة في الساحل ديال إقليم مضيق النداق. ونعتبر أن الحق في الاستجمام والحق يعني في الاستفادة يعني من الشواطئ هو حق عمومي لكل مواطن ولكل مواطنة. ونتمنوا الإخوان والأخوات أن هذا الشيء هذا ما يكونش في ماري رسمير، لا في كابيلا، لا في فلسطينكا، ولا يعني في جميع المركبات السياحية. وهذه رسالة للسنديكات أصحاب المركبات السياحية، أنكم عندكم الفيلات، عندكم الديار، عندكم اللي يعني في كتسكنوا البحر ديال المواطن، ملك عمومي بحري، وأن الترخيصات يجب أن لا يكون فيها أي امتياز أو يعني أو أي تفاضل، أن تعطى بطريقة اللي هي شفافة وديمقراطية. ونجدد يعني التكرار ديالنا سحب أي رخصة ديال الملك العمومي هنايا بمارينا سمير. من داخل مدينة ديال ريكون نرفض تواجد المخدرات القوية جملة وتفصيلة هنا بمدينة الرينكون، ونعتبر أن المخدرات القوية كما قلت إخوان الأخوات إما السجن أو الضياع أو الموت. ومن داخل مدينة ديال الرينكون المتعاطي ديال الهيروين إما يعني كي مرض، إما بدا فقدان المناعة اللي هو الصيدة، إما إخوان الأخوات السل، وإما يعني المانشا، وإما كذلك التهاب الكبدي. من داخل مدينة ديال ريكون نقول لا يمكن بناء المجتمع بشباب مخدر، لا يمكن أن نبني المجتمع بشباب إخوان الأخوات فاقد الوعي. ومن داخل مدينة ديال ريكون نقول أين هي الوعود التي كانت من أجل توفير مركز طب بالإدمان هنا بعمالة مضيق فنيداق؟ نقول أن الميتادون وحده ليس كافيا من اجل علاج المتعاطيين ديال المخدر ديال الهيروين، وكذلك اخوان الاخوات المتعاطيات ديال المخدر ديال الهيروين. من داخل مدينه ديال الرينكون الميتادون اصبح نقمه على الشباب ديال مدينه ديال الرينكون. شباب مدينه ديال الرينكون لا يريد الميتادون، شباب مدينه ديال الرينكون يريد العلاج البديل، وكذلك يريد المقاربه يعني المقاربه الاجتماعيه، وكذلك يريد ادماجه في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. من داخل مدينه ديال الريكون قلناها ونتحمل المسؤوليه، نريد مضيق بدون مخدرات قويه، ما يؤكد ان الوضع الاجتماعي هنا بالمنطقه وكافه مناطق ديال المغرب، ان الشباب ديال المغرب يعاني من البطاله، يعاني من الغياب ديال الشغل، وان الشعارات التي ترفعها الدوله في اطار يعني الدوله الاجتماعيه والتنميه وكذلك يعني النموذج التنموي، هذا هو الواقع، وهو ان خيرة الشباب ديال المغرب يريدون مغادره المغرب من اجل المستقبل افضل. شباب مدينه ديال الرينكون اخوان الاخوات هالمصير ديالهم يعني الحقنه الشباب ما خصهمش الحقنه، الشباب خصهم العلاج، خصهم المستقبل، خصهم المواكبه الاجتماعيه، خصهم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه التي يتم يعني صرف المال العام من اجل ان يستفيد المواطن والمواطنه، لان المواطن في اخر المطاف يؤدي الضريبه من اجل الاستفاده من الخدمات الاجتماعيه. نقول ان الدوله وجدت لخدمه المواطن، لتوفير الامن والاستقرار، لتوفير التطبيب، لتوفير السكن، لتوفير واحد مجموعه ديال الخدمات الاجتماعيه. اذا شباب ديال الرينكون لا يريدون الحقن، شباب ديال الرينكون لا يريدون الهيروين، شباب ديال الرينكون ديال المغرب كامل يريدون مستقبل افضل، يريدون الاخوان والاخوات العيش الكريم. وتحياتي لمدينه ديال الرينكون، ربي يحفظكم، وشكرا جزيلا للجريده ديال الحياه اليوميه على التغطيه اللي صراحه كتوصل المعاناه ديال الضحايا ديال المخدر ديال الهيروين اللي صراحه هنا في المنطقه كيهانيو بزاف. نحن لا نريد الا الحلول، الحلول وهو الميتادون ليست حل، نريد كذلك المواكبه الاجتماعيه وكذلك ادماج ديالهم في سوق الشغل.